السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إخوان إخواتي في الله، مرحبا بكم معي في قناتي من جديد. إن شاء الله الخوت، موضوعنا اليوم موضوع مختلف على المواضيع اللي كنحط قبل. يعني اليوم إن شاء الله غادي نحاول نعطيكم بعض النصائح بالنسبة اللي غادي يدخل لهذا المجال ديال اليوتيوب، يعني ناوي يدير قناة، شنو خاصو يدير، شنو هما الشروط، كيفاش انني نفعل. يعني بعض بزاف ديال الاسئله كتلح ليه في راسو. يعني اول حاجه شنو خاصو يدير؟ اول حاجه غادي يحل واحد الحساب، واحد جيميل في في التليفون، يعني في الهاتف، ما تحتاج للكمبيوتر، تحتاج فقط التليفون. يعني هتحاول تحل من هنا بلاصه جيميلات، راه كتكون في بارامتر بحال هكا، كتجي لتحت، كتنزل لتحت، كدير جيميل، يعني بحال هكا اللي دايره انايا. هادو جيميلات، يعني كدير واحد فيهم، كدير اضافه حساب. المهم راه فقط كني نوري لكم الطريقه فين ديروا الجيميل، راه عندي فيديوهات كيفاش انكم دير حساب، حطاهم في قناتي. يعني الخوت، هذه هي الطريقه الاولى. الشرط الاول كدير واحد الحساب، من بعد الخوت ملي كتساليو هاد جيميل صافي كدير انشاء حساب. هذه هي الطريقه الخوت، كدير لي نفسي وكصافي وكتكمل المراحل. شنو هي المرحله الثانيه؟ من بعد كدير ملي كدير الجيميل لهاد القناه، اشنو غنعطيكم مثلا مثال شنو خاصني ندير. ملي كتقادو هاد الجيميل في التليفون ديالكم، اول حاجه غتجيو لهاد البلاصه، غتمشيو مباشرة إلى إدارة حسابك على جوجل. يعني غتجيو بلاصت ملي تكونوا حاطين معلوماتكم في الجيميل وقديتو، كتجيو لبلاصت الأمان. بلاصت الأمان علاش؟ باش أنكم تشوفوا واش عندكم هاد الجيميل محقق، يعني تحقق فيه دوك الخطوتين. هي هذه خاص تكون مفعله، بحال انا مثلا هذا الحساب، هذا ماشي قناه ولكن مجرد حساب كنستعملو، محققه فيها هاد الخطوتين. هاد الخطوتين كتدخلوا ليها فقط، كيطلبوا لك واحد الرقم الهاتف باش انهم يصيفطوا لك الرمز. يعني الخوت ملي ديروا هاد الجيميل وديروا ليه التحقق هاد التحقق بخطوتين، يعني مزيان. هذه اول حاجه كنديروها. من بعد الخوت كتبقى لينا نحطو الفيديوهات. الخوت بالنسبه اللي باغي انه يحط فيديوهات في قناه، في القناه، اول حاجه حاولوا ان الفيديوهات اللي كتصوروا تكون مصوراهم بهواتف ديالكم، يعني ما ديروا فيها لا موسيقى لا حتى حاجه، يعني فقط فيديوهات مصورين بهضرتكم ولا بالاصوات مصوره بهذا التليفون. يعني الخوت مثلا ملي ديروا الجيميل كتجيو بلاصه داك الجيميل اللي قادو، كتقادو هنايا. يعني بغيتو تلوحوا الفيديو، شنو كديروا؟ كتجيو لهاد البلاصه، علامات، هاد علامه زائد هي، ملي كتضغطوا عليها كتختاروا بلاصه تحميل الفيديو. الا عندكم في حاله عندكم طالقين لكم واحد البث المباشر، راه كديروا بث محتوى مباشر، هنا كديروا تحميل فيديو. ملي كديروا تحميل الفيديو نوري لكم كيفاش كتحملوا الفيديو، ديروا لي التحميل. يعني مثلا انا غنختار هاد مثلا هاد الفيديو. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. من بعد كديروا المونتاج عاد كتلوحوا. هذه هي الطريقه فاش تحطوا الفيديوهات ديالكم في قناه الى قديتوها. بالنسبه للخوت هادو كتعمروهم، اضافه عنوان، يعني غير فقط بغيت نقول لكم الشروط الى جيت انني نشرح لكم كيفاش تحطوا الفيديو. المهم ان شاء الله الفيديو القادم نحط لكم الطريقه كيفاش انكم ديروا تحطوا فيديو في القناه. المهم الخوت فقط هاد الفيديو اللي غادي نحط لكم بالنسبه اللي كيقلب وكيبحث، يعني ناوي يدير قناه شنو خاصو. اول حاجه كديروا جيميل، من بعد كتحققوا ليه
خطوتين، من بعد كتجيو كديرو، من بعد كتجيو كديرو هنايا تحميل الفيديو، كديرو ليه العنوان وكل شيء، صافي كيتحط لكم، كديرو ليه مباشر كتحطوه في الجيميل في الحساب. ثالث حاجة الخوت، وهي أنكم من بعد كتحطوا الفيديوهات، يعني تحاولوا أنكم الفيديوهات على الأقل يكونوا تحطوا مثلا، يعني كيفاش أنني نقدر نكمل الشروط. الخوت الشروط دابا ولات متوفرة بالنسبة اللي عنده واحد القدر ديال الفلوس، مثلا واخا غير تقريبا إلا عندك غير 500 درهم تقدر تفعل القناة. يعني اللي ما عندوش راه كاينين الطرق مثلا ديال البيسي، طرق بزاف كيفاش انك تجمع السوايع. ولي زابوني راه لي زابوني قدر انكم تشريوها، وقدر انكم كذلك تحطوا فيديوهات بزاف وتحطي شوط. بالنسبه اللي باغي دغيا يفعل القناه، فقط شنو كيدير، كيحاول انني الا عنده فلوسه، الا عنده فلوس كيحاول انني كيحاول ان انه يشري يشري هاد لي زابوني اخواني يشري لي زابوني والسوايع. يعني غتجي قضيه ساهله الخوت. من بعد كتحطوا الفيديوهات شي 5 ولا 6، وتحط مثلا شي لايف، تقريبا لايف ما كيعطيوش واقيلا مع الباديه، حتى كتكمل 1000 ابوني اولا ما عرفت، المهم يمكن زادوا شي قوانين اخرين الخوت. يعني ملي كتساليو هاد الشروط، بالنسبه انا اسهل شرط الخوت هو انك تشري السوايع ولي زابوني في المواقع. يعني راه طال المواقع والسيرفرات فقط كتشري كدير فيديو فيه ساعه، اولا على الاقل كتحط فيديوهات 5 او 6 واخا يكونوا فايتين 2 دقائق ولا 5 دقائق، وتحاول تشري ليهم السوايع وتكمل بهم 4000 ساعه، لان اسهل هي هذيك الطريقه. يعني من الاحسن انا كنفضل انك تشريهم راسك عوضة يشريهم لك شي واحد. والحمد لله راه اغلبيه السيرفورات راه مزيانين كيتقبلوا السوايع ديالهم، يعني انا مجربه ماشي واحد ولا جوج الحمد لله. وبالنسبه لي زابوني كذلك راه كيتشراو، يعني عوضة ان مقدر بتمره اللي ضربنا حنايا في الاول، كنا ضربين بزاف الجروبات كنجمعوا وكيتحذفوا، ولكن الحمد لله ديال السيرفورات راه ما كيتحذفوش. ماشي كلشي السيرفورات، ولكن راه كاينين السيرفورات مزيانين، يعني كاينين مزيانين لي زابوني كيتبتو وما كيطيروش. من بعد الخوت النصيحه بغيتي تفعلها، حاول انك لي طاغ ما تحطهمش في الوصف، يعني بغيتي تصيفط لقناتك المراجعه ما ديرش لا لي طاك لا المينياتور، كنفضل ان تخلو فيديو كيما مصوره مقادو صافي حطو. ما ديروش الموسيقى حاولوا انكم الموسيقى تجنبوها في الفيديوهات، الموسيقى كنصيحه تجنبوها في الفيديوهات قبل ملي تبغوا تدفعوها. الموسيقى ولي طاك يعني شي صوره ماشي ديالك، هادو الخط ما ديروهمش في الفيديوهات ملي تبغوا تدفعوها للمراجعه. هادو هما الشروط الخوت، يعني الشروط ساهلين، ما فيهم حتى صعوبه. يعني بالنسبه اللي متوفر عنده فلوس راه ساهله، غادي في ظرف انه اسبوع اولا اسبوعين غادي يحقق الشروط ديال اليوتيوب. ايوا الخوت هادو هما الشروط، وهادو هما اللي باغي يلا مبتدئ وباغي يحل القناه وما عرفش شنو يدير وشنو يدير، هادو هما الشروط. انا حاولت انني نختصرها لكم في الفيديو. كنتمنى من الله ييسر لنا وييسر لكم وييسر الجميع اموره، وان شاء الله الفيديو القادم نحاول انني نحط لكم الجديد. وبالنسبه لانه ما عارفش السيرفرات وما عارفش الطريقه، المهم راه كنحط لكم في الوصف في الفيديو، كنحط لكم في القناه الفيديوهات عن السيرفرات، يعني انك فقط تشد وتجرب. وكاين واحد مجرب فعلت فيه القناه ماشي مره ولا جوج،
راه كاينه الخوتي الا بغيتو نحطو لكم في الوصف حتى هو راه مزيان بالنسبه اللي باغي يفعل القناه لراسو. وكنتمنى انكم تدعموني وتشجعوني باش انني نقدر دائما نحط لكم الجديد. وكنتمنى من الله يوفقنا ويوفقكم ويوفق الجميع. ودائما نختموا الفيديو عن الصلاة عن النبي، اللهم صل وسلم على حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. إلى اللقاء في الفيديو القادم إن شاء الله.